السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا المتابعين الكرام، كنا شفنا تلك الصدامات اللي وقع ما بين أجنحة الحكم في الدولة الفقرورية في نظام الكبرانات. هذا الاصطدام وهذا الصراع حول السلطة اللي وصل الأمر به الحد إلى حد الاغتيالات والقتل والاختطافات ديال بعضهم البعض. هذا الكبرانات منوضين الحرب بيناتهم، شي كيقتل في شي كيعتقل في شي اللي كيلقى الفرصه كيشد شي وثائق حساسه والثروه ديالو كيهرب على برا. كان اللي مشى حد انه مشى دار الهويه مزوره في احد البلدان وتخبى تما، فنايضه حاله في هذه الدوله الفقروريه، نايضه صباط بيناتهم بهذا المعنى هذا. لكن الخطير في الامر وهو سقوط ما يسمى في الداخل الفقروري بثاني اقوى كابران. انا كنقول لهم كابران، ما كنقولش لهم جنرالات، لانهم بزاف باش يكونوا جنرالات، هادو ما قاريين ما واعيين ما كيفكروا ما عندهم منطق ما والو. فسقوط ثاني اقوى كابران على حسب تعبيرهم هما، انا كنقول لكم شنو كيقولوا هما بعد شنحريقه. وهاد الكابران كان دخل في صراع مع شنحريقه حول القضيه ديال الشاحنتين الفقروريتين اللي كانوا في المنطقة العازلة. هذا الكبران سميتو القايدي، دخل في صراع مع شنحريقة حول هذه القضية، لأن هاد الشاحنتين ما كانش خصهم يكونوا في المنطقة العازلة اللي هي ماشي أراضي جزائرية واللي هي أراضي مغربية. وناض صراع، ناض جدال حول هذه القضية، لأن الآخر ماشي متفق على أن الشاحنتين يكونوا تما يدخلوا تما. عشان حريقة لا باغي يستفز المغرب هذه القضية، فنوضوها صباط بيناتهم. في آخر المطاف كانت يعني خلال الأيام القليلة الماضية صدرت تقارير أو تسريبات تقول على أن شنحريقة سيضحي بهاد الكابران. صدرت تسريبات كانت غير مؤكدة، كانت تقارير، كانت يعني تسريبات من الداخل الفقروري، باش تعرفوا حتى أن المؤسسة ديال الكابرانات مختلقة حتى النخاع، لأن هذه التسريبات سوف تؤكد بعد أيام قليلة. غادي يخرج شنحريقة بحد ذاته وسيعلن إقالة هذا الكبران هذا، بس تعرفوا إلى أي مدى هذه الدولة مخترقة. صحيفة عباد الله خرجت بتقارير سرية عن صراع ما بينهم، وتحدثت عن إقالة هذا الكبران هذا اللي سميته القايدي، وفعلا ذلك ما جرى، داكشي اللي وقع. لأن يوم أمس خرج شنحريقة وقال سوف أقيل كذا ونعوض بكذا، أقيل فلان وأعوضه بفلان، ويعلن عن سقوط ما يسمى بين قوسين ثاني أقوى كبران في الدولة الفقرورية. أوكي، قبل هذا الشيء متابعينا الكرام، مات واحد الكبران آخر، أغتيل، هذا اللي سميته جمال بوزيدي، أغتيل، تم اغتياله، تم قتله طبيعة الحال في إطار هذا الصراع حول السلطة ما بين الكبرانات. واحد آخر هرب، ما عرفتش شنو سميزو، بمعنى آخر ثلاثة ديال الكبرانات خلال مدة وجيزة كان فيهم اللي مات، كان فيهم اللي هرب، كان فيهم اللي تم التضحية به في إطار هاد المسرحية ديال الشاحنتين في المنطقة العازلة. غير هنا باش تعرفوا متابعينا الكرام إلى أي مدى وصل بهم الحد في الدولة الفقرورية من الصراعات ومن الجدال ومن اللا توافق حتى بينهم، حتى الكبرانات في هذه القضية ديال الأزمة مع المغرب. هذه الأزمة اللي كيحاولوا يفتعلوها مع المغرب ما متفقينش بيناتهم، اللي كيلقى شي فرصة كيهرب على برا، ياخذ الثروة ديالو ووثائق حساسة باش ما يتابعوش، لأن إلا تابعوه غادي يهددهم بأنه يفضح المستور. وكان الذي يعني يهلك في عملية اغتيالات، وتحدث على هذا الكابران ديال جمال بوزيد وشنو سميتو الهالك القايد صالح حتى هو تم اغتياله، والصراع متواصل داخل الدولة القرورية، ويحاولون التستر عن هذه الأمور عن طريق افتعال الأزمات مع المغرب. ليس فقط هذا الأمر ديال الصراع الداخلي، وإنما أيضا أزمات الداخلية المتفاقمة، لأن هاد المكلخين بدلا أن يركزوا حول حل المشاكل ديالهم الداخلية
منوضينها صباط بيناتهم وكيف تعالوا الأزمات مع المغرب. وإن كنا سوف نستنسي الشيء من هذا الموضوع وهو أن الدولة الفقرورية تتجه نحو الانهيار والهلاك. نحو الانهيار. جميع المؤشرات تتحدث على هذا الموضوع هذا. جميع التقارير تتحدث على هذا الموضوع هذا. صحف عالمية تتحدث على أن الدولة الفقرورية على وشك الانهيار، على حافة الانهيار. بسبب الغباء ديال هذا النظام، بسبب يعني الاستحمار اللي كيحاولوا يخدموا هذا النظام الغبي اللي ما كيفكرش بالعقل. فهنا متابعينا الكرام غادي نخليكم حاولت نعطيكم بعض يعني النظرة حول ما يحدث في الداخل الفقروري داخل نظام الكبرانات. أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.